صباح الخير مشاهدينا. يقوم مركز هيا الثقافي بتنظيم عدة فعاليات وأنشطة على مدار العام، ومنها المخيمات الصيفية. اليوم راح نتعرف على مخيم رحلة حول العالم. هو مخيم يقوم على رحلة افتراضية ثقافية، يتعرف من خلالها الأطفال على المعالم التاريخية والثقافية حول العالم، بالإضافة إلى بعض العادات والتقاليد والموسيقى والفن والمطبخ التابع لهذه الدول. خليكم معنا مشاهدينا، خلينا نتعرف أكثر على بعض هذه الفعاليات. صباحكم سعيد. ديالا الخمرة، مديرة مركز هيا الثقافي. احنا برامجنا مستمرة كل فترة الصيف، وحتى نقدر نوائم متطلبات الأهل والأطفال واحتياجاتهم، عندنا برامج أسبوعية وفترة أطول. للأطفال اللي عمرهم 6 ل 8 سنوات عندنا مخيم اسمه رحلة حول العالم، ناخذ الأطفال برحلة افتراضية وبنعلمهم على ثقافات العالم من خلال عالم الفنون، فنون بصرية، فنون الطهي، الرقص الفولكلوري، الموسيقى، فبطلعوا متعلمين عن الجوانب الثقافية المختلفة لكل هاي البلاد. بدأنا بالأردن وإسبانيا هذا الأسبوع، وإن شاء الله على فترة الأشهر القادمة راح نروح على بلدان عربية وعالمية أخرى. بالأسبوع بنزور بلدين، فمن بين هاي البلدان نحن هلأ على بإسبانيا، سافرنا على إسبانيا، عم نحكي لهم عن ثقافات إسبانية خلال الأقسام كلياتها. أما نحن عنا بالفن، امبارح كان عندهم عن رقصة الفلامينكو، موسيقى ورقصة الفلامينكو، رسموا راقصة الفلامينكو كان كتير حلو. اليوم عم نعطيهم عن فنان إسباني اسمه بابلو بيكاسو، أعطيناهم عن حياته، أعطيناهم نبذة عن حياته بشكل عام، أعطيناهم أسلوبه بالرسم وخليناهم يعملوا أسلوبه بالرسم، يعني زي كيف محاكاة أسلوبه بالرسم بس بأسلوب مبسط على بعمرهم. بالنسبة لنا هلا عندنا مشروع كتير مهم اللي هو مشروع المسرح الدائم لمركز هيا. كل سبت الساعة 5:30 رايحين نعرض للأطفال وللأهالي، يعني مسرح العائلة، مسرحيات مختلفة. وبالنسبة لهذا السبت الساعة 5:30 عندنا أول مسرحية من الموسم الثاني اسمها فيروز فتاة الرمان. فيروز فتاة الرمان هي فكرتها إجت من كتاب للكاتبة رانيا الظاهر، وإحنا حولناها لمسرحية ورايحين نعرضها بالمسرح الدائري تبع مركز هيا. طبعا الاستفاده هي استفاده كبيره، بيتم هون العمل على كثير امور وكثير مهارات. من هاي المهارات بدهم بيدخلوا بقصه العمل الجماعي، بالاعتماد على النفس، التعاون بين افراد المجموعه، تحمل المسؤوليه تجاه الفرد، تجاه العمل وتجاه الاخرين. بفوتوا بقصص التفكير الابداعي والحل المشاكل وسرعة البديهة والاستجابة لبعض المواقف المختلفة اللي ممكن يتعرضوا لها من خلال ألعاب ومن خلال نشاطات بتصير بشكل يومي وعلى مجموعات مختلفة حسب العمر. مطبخ مركز هيا الثقافي زي ما انت شايف عالم كتير كبير، بتعلم فيه الأطفال الطبخ، بالإضافة إلى ذلك مهارات كتير تانية منها السلامة العامة في المطبخ، النظافة، طبعا في مهارات اجتماعية كيف الأطفال بتواصلوا مع بعض، بتفاعلوا عن طريق العمل الجماعي مع بعض، وبالنهاية بنطلع في طبق لذيذ جدا، كيفية تقديمه وبيكون أكيد صحي.
استفدت اشياء كثيرة عم بتعلمها واشياء حلوة واشياء دخلت فيها عن العالم، كثير اشياء حلوة عن الاردن واسبانيا، كثير بلاد. احنا كثير استفدنا اشياء هون بالمركز وانا كثير مبسوط بالمركز عشان صار عندي اصحاب كثير، واستفدت كثير اشياء من الحصص مثل المطبخ والفن والمكتبة. كثير كان حلو، استمتعنا بوقتنا وقضينا وقت فراغنا بإشي مفيد، وتعلمنا عن الدول العربية ودول العالم، وبالمطبخ تعلمنا الأكلات الشعبية لكل بلد. نطبخ أشياء من يعني حلوة ومفيدة ويعني مبسوطين. فدت كثير من المطبخ وضيعنا وقت فراغنا بإشي كثير مفيد.